من جديد اجدد التحيه بالاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولا زالت قناه النادي الاهلي بتقرب كل الجماهير، بنتابع كل الامور من خلال قناه النادي الاهلي، بنحط كل مشاهدينا في الصوره وفي الامور بنقربكم. اقدر اقول لحضرتك دلوقتي يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي ان تم الانتهاء من فرز 139 لجنه وتبقى فقط 17 لجنه لم يعني بيتم فرزهم في الوقت الحالي، لكن تم الانتهاء من 139 لجنه. اقدر اكد لك حاليا يعني بعد فرز 139 لجنه قائمه الكابتن محمود الخطيب تكتسح بالكامل. دي كانت ابرز الامور واخر المستجدات. انا موجود معاك يا استاذ ابراهيم، موجود معاك يا باشمهندس عادل. فاروق، يعني انت عايز تقول ان ال 17 صندوق ها ان القائمه نجحت بفوارق ما تتعوضش في ال 17 صندوق؟ جاوبني على السؤال ده. بالظبط يا باشمهندس، بالظبط يا باشمهندس. عايز اقول لك ان الفوارق يعني خلال ال 139 لجنه اللي فاتوا اعتقد ال 17 صندوق اللي باقيين او الاعداد اللي موجوده مش هتوازي الاعداد اللي تم تحقيقها في ال 139 لجنه. زي ما قلنا قائمه الكابتن محمود الخطيب بتغرد بعيدا بكامله بكافه الافراد لقائمه الكابتن محمود الخطيب. طيب فاروق، واضح ان القاعه امتلأت او ناس كتيره رجعت، هل انت شايف بدأت الناس تطمئن للحضور والاحتفال ولا بقيه المرشحين غدروا؟ اقدر اقول لك يعني منذ ساعات الماضيه باقي المرشحين المستقلين غادروا الخيمه ولم يعود احد منهم الى الخيمه. بدا دلوقتي يتوافد المحبين لقائمه الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمود الخطيب للاستعداد للاحتفال بفوز القائمه كامله. الجميع بدا يتوافد، الفرحه بدات تعلو وجوه الجميع، افراد حمله الكابتن محمود الخطيب ايضا افراد قائمه الكابتن محمود الخطيب بدات نظرات الارتياح، يعني صندوق طلوة الآخر بدأت نظرات الارتياح والفرحة تعلو وجوه الجميع. زي ما أكدنا الفوارق كبيرة جدا، قائمة الكابتن محمود الخطيب يعني منذ بدء فرز أول صندوق حتى يعني وصولنا للصندوق رقم 139 الفوارق كبيرة جدا جدا يا باشمهندس. هل ظاهر عندك ال 17 لجنة اللي باقية قوامهم عدد الأصوات فيهم قد إيه ولا ما عندكش رقم؟ لا يعني ما عنديش رقم بال 17 لجنه المتبقيين، استاذ ابراهيم، لكن اللي وقعك. انا اقدر اكده ان الاستاذ ابراهيم وقعك يا فاروق، ما ينفعش تسال وتقول ما اعرفش. ما حضرتك يا باشمهندس ما ينفعش تسال وتقول ما اعرفش، اوعى ترجع لنا المره الجايه من غير اجابه. طيب الكابتن الخطيب موجود في النادي يا فاروق؟ الكابتن محمود الخطيب لازال موجود في النادي، هو يعني ذهب يعني يستريح قليلا لان يعني على مدار اليوم على مدار ال 24 ساعه موجود من بدايه اليوم، لكن هو حاليا موجود في المبنى الاجتماعي، لكن باقي افراد قائمه الكابتن محمود الخطيب موجوده معانا داخل مقر الخيمه الانتخابيه. انا شايف الاستاذ طارق قنديل ورا منك، يعني مس عليه وقول له المهندس عدلي بيسلم عليه. استاذ طارق قنديل المستشار، يعني هقدر ان هو يكون موجود معانا برضو، ان يعني يكون المستشار الاستاذ طارق قنديل ان شاء الله، يعني نحاول ان هو يكون موجود معانا يعني في خلال بعد الاعلان، بعد قبل الاعلان او بعد الاعلان يعني. لا بعد الاعلان بقى يجيب لنا كل واحد يقول كلمه البيض بالعجوه. لا بعد الاعلان عايزين كل واحد في دقيقه كده يوجه للجمعيه العموميه كلام. مؤكد ان الزملاء المراسلين هيكونوا لا باذن بكل اللي ناجحين ان شاء الله. باذن الله استاذ ابراهيم، طبعا معانا فريق عمل من قناه النادي الاهلي وكافه المراسلين هيكونوا موجودين معانا ان شاء الله لتغطيه هذا الامر ونرصد فرحه يعني الفائزين ان شاء الله. قائمه الكابتن محمود الخطيب مجهود كبير جدا، يعني عايز اقول يعني اشكر فيه كل زملائي اللي موجودين معانا في يعني اليوم النهارده، سواء كريم احمد، سواء سالا حامد، سواء محمد توفيق، هنا ابو القاسم، روزان ناصر، من ابراهيم المنيسي، وكل زملائي اللي كانوا موجودين معانا. طبعا مجهود كبير لسه يعني بيتكلم في الساعات الحاليه لازالوا موجودين الجميع، يعني
بذل مجهود كبير جدا، ايضا الزملاء كلهم على مدار يعني اليوم، سواء المصورين سواء المخرجين سواء كافه الحدود.